السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الطريقة ديال المرابط، سفيان الرحيمي قال ليجا بسم الله، سواء المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري غادي يطيح في المقلة. طبيعة الحال احنا عندنا أمل ديالنا الكبير في المنتخب ديالنا المغربي في أسود الأطلس، في مدرب حسين عموتة، وبهذه الشكلة إن شاء الله غادي نوصلوا النهاية ديال كأس العرب اللي مقيمة في دولة قطر إن شاء الله، وغادي يكون الكأس طبيعة الحال المغرب. تحياتي لكم. كيف ما قال الله رحيمي وفواحد التصريح ديالو، قال بكل بساطة احنا ما عندناش حتى شي نقص، واللي جا مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. وهذا هي داك الروح المعنوية والروح القتالية عند اللاعبة، سواء الرجويين أو الوداديين أو مختلف أندية المغربية واللاعبة المنتخب تحت قيادة حسين عموتة. كنقولوا مبروك تفوز المنتخب المغربي، هاردراك المنتخب السعودي، وإن شاء الله غادي نتلاقاو مع محاربون الصحراء، وغادي نشوفوا واحد الماتش اللي هو مغربي 100%، ديربي مغربي بطبيعة الحال. اللي لعب لعب جيد واللعب نظيف يستحق الفوز، واكيد ديما مغرب واللي جا ان شاء. كنشكروا اللعبه، تبارك الله، وخا النتيجه كنت كنطمح انها تكون 4-0 او 5-0، لان يعني كنعرفوا ان المنتخب المغربي في اخر السنوات دائما كان كيلقى شويه صعوبه من المنتخب السعودي، ولكن الحمد لله اليوم فك العقده، وغادي نتواصلوا المقابله ان شاء الله جايه من الاقصائيات مع المنتخب الجزائري. تحياتي لكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو هذا الفيديو. السلام عليكم.